أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من المعجنات. اليوم بدنا نعمل الخبز مع البطاطا، البريوش المالح مع البطاطا المسلوقة والمنكهة بالبهارات اللذيذة. أكلة كتير طيبة وشهية. شوفوا منظرها طرية، كتير منظرها رائع. وقت تقطعوها بتحصلوا على منظر كتير حلو. خليكم معي لآخر الفيديو حتى تعرفوا شو هو المنظر اللي بيطلع معنا بعد ما منقطعه. وهلأ بدي ذوقها وشهيكم. كتير طيب بالفعل، نكهة كأنه عم تاكل كباب. هذا تحدي الأكل. سامعوني لآخر الفيديو وأهلا وسهلا فيكم. هلأ بنبدأ مع بعض. هلا بعد ما بتصيروا معلمين ومحترفين بالمعجنات، ما بقعد في داعي تعملوا مقادير، بصيروا انتم بتقدروها لحالكم مثل ما انا هلا رح اشتغل. تعودوا تعملوا كمان طرق سريعه. تحتاجوا اول شيء 3 معالق كبار من الحليب البودرة، اي نوع حليب، او ممكن كاسه حليب سائل، خميره، بيكنج بودر، نص معلقه صغيره ملح، ملعقه كبيره خل، ومي دافي، وزيت نباتي، وبنحتاج معلقتين من السكر الكبار. هلا بدي اضيف كمان مع هدول معلقتين كبار سكر. هلا بنضيف المي الدافيه، كمان ممكن نحط الخل. هي ضفت الخل وهي المي الدافيه، ولحركهم كلهم مع بعض. هيك ما بتعودوا وصفوا الكاسات دغري بتعجنوهم. شايفين بهالطريقة. هلا بنضيف فوقهم ما يعادل نصف كاسة زيت، هاي النص كاسة. نرجع بنحركهم. هلا بنضيف فوقهم الطحين على قد ما بيحملوه لحتى يصيروا عجينة رخوة. ما بدنا اياها عجينة جامدة، تكون طرية. هلا تقريبا هن بيحتاجوا نص كيلو من الطحين الابيض. شوفوا هلا دغري انا رح ضيف. بنضيف اول شي كمية صغيرة لحتى هي الكمية تتخمر وتخمر باقي العجين. ممكن كمان هون نضيف بيضة، وإذا بدنا ما بنحط بيض. ريحة الخميرة والتفاعل بلش يطلع. شايفين دغري بتاخد بعضها وبتتخمر. هلا رح ضيف بيضة كاملة يلي هي هون. وضفت كمان طحين وبنعجنهم او بنحركهم. شوفوا انا لسه على هلا عم حرك بالمعلقة، لسه ما استعملت ايدي. هلا هيك بتحسوا انه قربت تجمد العجينة. وقت تتماسك بتبلشوا شوي شوي بتعملوها بأصابع ايديكم. بتحتاج القليل من الطحين رح ضفلها. كمان ضفت شوية طحين. هلا لحركن هيك لحتى يندمجوا. نحصل على هالعجينة هي. شايفين؟ هي هي عجينتنا. هلا بنشوف كيف بدنا نكمل.
ممكن نضيف لها القليل من الزيت، احط لها شوي صغيرة وارجع احركها. شايفين هي هذا هو قوام العجينة هيك. هلا رح غطي العلبة عليهم لحتى يتخمروا، والعلبة هي بدال العجانة رح تعمل هالشغل هذا، رح تنعم العجين وقت ما نغطيها وبتتخمر. شايفين هذا هو قوام العجين. وهلا غطيت العلبة، رح اتركها تقريبا شي نص ساعة لحتى تتخمر وارجع لكم. شايفين طريقة سهلة، مو ضروري كل مرة نعمل بالمقادير، خلص صرنا محترفين بهالعمل العجين. هلا بالنسبة لتحضير الحشوة، رح ناخذ بصلة متوسطة الحجم مع معلقة ونص سمنة او معلقتين كبار، بطاطا مسلوقة، وعنا البقدونس المفروم، وفي عنا البهارات اللي هي الفليفلة الحمراء الحدة وشوية فلفل اسود ونكهة الجبنة، وعنا الماجي. هدول هن البهارات رح نستعملهم بالحشوة. هلا اول خطوة، الخطوة الاولى، هلا اول شي رح نهرس البطاطا بهالطريقة. رح كمل انا الهرس وارجع لكم. رح نضيف معلقة ملح فوق البصل وناخدهم مشان حتى نقليهم. يلا معنا على المطبخ، وبتكون ما تبوظونا لانه مقطوع الكهرباء. هلا حطيت البصل على النار، بدي اقليهم شوي صغيره، تقطعهم هيك ناعم ناعم عشان يستووا. بس يتقلوا شوي مع الملح رح نضيف البهارات والبطاطا، رح اتركهم يتقلوا شوي وارجع لكم. هلا نحن بدنا بس البصل يدبل، ما بدنا اياه ياخذ لون. هلا هيك دبل، بنضيف مجموعة البهارات دفعة واحدة، بنحركهم شوي. هلا رح نضيف البطاطا، هلا لحركهم. بس بدنا نعمل لهم تقليبة صغيرة على نار هادية. هلا رح كفي باقي كمية البطاطا. هلا قليناهم هيك شوي واخدوا اللون ونكهتهم كتير كتير حلوة. هلا رح ضيف البقدونس عليهم، طبعا البقدونس حسب الرغبة، قد ما بدكم بتحطوا بقدونس. نحركهم شوي، بكون هاي هي الحشوة اللي بدنا نحشي فيها العجين. هلا هن سخنين، هلا البقدونس بيدبل معهم، وهلا رح نشوف كيف بدنا نعمل العجينة وشو طريقتها. رح نعملها بموديل كتير حلو رح تتفاجئوا هلا فيه. شوفوا قد ايه تخمرت العجينة، شوفوا قد ايه ارتفعت. هي أول مرة بتتخمر هيك لأني خليتها فترة أطول. هلا رح آخذ حبة طحين ونلمها بهالطريقة. شايفين هاي هي العجينة وهذا القوام تبعها. هلا بدنا نقطع العجين،
هلا ممكن تعملوها وحدة كبيرة، ممكن تقطعوها قطع. أنا هلا حابة أعملها قطع عشان كل واحد ياخذ القطعة تبعه. هلا رح ناخذ حبة طحين، ونتركها شوي حتى ترجع ترتاح. ناخذ العجينة اللي بعد، رح اعمل هيك بكل العجين. هلا رح ناخذ اول وحدة عملناها بالعجين، رح نقسمها اربع اقسام. رح نبدأ أول وحدة اللي هي هاي، نرقى شوي هيك، خلوا العجين مطاطي. هلأ بدي أحشيها معلقة بطاطا. رح سكرها، هالطريقة، وخليها على جنب. رح ارجعها لتحت النايل. رح كرر بهدول، ما في داعي هدول نصورهم. هلا هاي العجينة رح نعملها بشكل طويل، بهالطريقة، ورح نقطعها بهذا الشكل. هلا لنعمل لهي شكل حلو نحتاج لستة من هدول القطع، بنحطهم بهالطريقة. نعملهم بشكل مرتب، نرفع هاي ننزلها بهالطريقة، نحط هاي نرفع اللي بالنص. شايفين هيك بتعملوها، بعدين مندخل الباقي بهالطريقة. هلا بنرجع من هيدا. هلا هاي رح نحط هلا على دايره البطاطا، وهي رح نقطعها كمان قطع رفيعه. شايفين العجين وقت بيكون مرتاح هلا بدنا ندهنهم بالبيض. هيك دهنيهم هيك. بعد ما ندهنهم بالبيض رح ندخلهم على الفرن. هلا بدنا نفرد عليها البطاطا، بدنا نغطيهم بالعجين بطريقة حلوة. هلا رح نبدأ نقطعها
بهالطريقة. رح ناخد أول وحدة من العجين ونحطها بهالطريقة. بدنا نكرر هالعمل هذا على داير الصينية كلها. فيكن مثل ما شفتوا تعم نعملهم كبار، ممكن نعملهم صغار. بيطلع منظرها كتير حلو. رح كمل انا بعد ما بنحط العجين كله بهالطريقة. هلأ بنحاول انه ندخلهم لورا عشان يطلع المنظر طبعا حلو. شايفين شو عم بعمل هيك؟ وهي اللي حضرناها رح نحطها بالنص بهالطريقة، ورح ندهنها بالبيض مع شوية خل. حتى يصير منظرها كتير حلو. ندهنها كلها بالبيض عشان يصير لونها مميز بعد الشوي بالفرن. هلا لنشوف شو صار بالفرن. هلا وقت ينضجوا وينتفخوا من تحت، منشعل النار يلي من فوق ونتركهم لحتى يصير لونهم ذهبي. هلا رح نشوف الفرن وين صار. تمام. هلا رح اطفي وطلعه. عن جد بتمنى تجربوها، كتير كتير منظرها شهي وطعمتها أحلى وأحلى. شوفوا منظرها ولا بالأحلام، ونكهتها كتير طيبة. أنا من هلا عم أقولكم هاي الصينية التانية، شوفوا هالمناظر. حتى الخبز تبعها ممتاز، ليكو نافشة وطرية، بس هلا لساتها سخنة. رح انتظر شوي وارجع لكم. شوفوا منظرها قديه شهي، وطلع شكلها مثل العصفور. شوفوا ما احلاها، كتير طعمها طيب. تفضلوا تعالوا افطروا معنا، كتير شهية عن جد، وريحتها كتير واو. يلا ذوقيها وقولي لي رأيك. كتير طيبة وبيحبوها الأطفال، بيحبوها الكبار. مثل ما شفتوا كمية كبيرة واقتصادية بتحصلوا عليها، ومثل ما قلنا بالفيديو السابق بتتسلوا بتلاقوا شي تاكلوه. واستخراجها من الصينية كتير سهل. هلأ أنا حطيتها على الطاولة لحتى يبين حجمها. شوفوا قد ايه كبيرة وحلوة ومثل الشمس عم تبرق برق. لايك للفيديو، لايك صفحتي على الفيسبوك، شاركوا في قناتي على اليوتيوب. لا تنسونا من اللايكات والدعم والمشاركات، وأهلا وسهلا فيكم، وإلى اللقاء بأعمال جديدة، وكل سنة وأنتم سالمين. صحة وهنا.